بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، لقاءنا إن شاء الله النهاردة مع حل نموذجين امتحان ثانوية عامة بالمواصفات الجديدة. وإن شاء الله النهاردة نبدأ في الموديل ديكزاماني نمرو كاتر، نموذج الامتحان رقم 4. وهنبدأ دلوقتي لما حالا بمين؟ بالوثيقة. نبدأ كده بالوثيقة كده ونبص في شكل الوثيقة دي. شكلها طبعا إن لاترا خطاب. ليه؟ في عندي كده على ايدي اليمين من فوق في عندي مارسيليا، ومارسيليا دي عبارة عن ان في دي فرانسيز، مدينة فرنسية، مكتوب بتاريخ كام؟ لدات التاريخ لو كانز جويه، 15 يوليو، يعني في الصيف. اللي كاتب من تحت يا جماعة بنت اسمها ماري، ماري كاتبة لمين فوق؟ بتقول شيخ زامي، شيخ زامي، يعني كاتبة الامي بتوعها. طب يا ترى هي كاتبة ليه خطاب لاصدقائها؟ تعالوا نشوف كده. بتقول جو فوز كري، انا بكتب لكم ست لاتر دو فرانس. يبقى كاتبه اللاتر ده منين؟ من فرانس، من فرنسا. او مهم جدا يا جماعه كلمه او دي اللي معناها طبعا هنا حيث. حيث ايه؟ جو باس تروا سيمين دو فاكونس، اقضي ايه؟ فعل باسيه، فعل باسيه يقضي طبعا. حيث اقضي كام؟ تروا سيمين، 3 اسابيع دو فاكونس اجازه. فين طبعا؟ ان فرانس. بتقول على الاجازه بتاعتها او على الطقس هناك في فرنسا، il fait un temps magnifique. طبعا ما دام بنقول il fait وبعديها un temps، يبقى كده بنتكلم عن ايه؟ عن الطقس. il fait un temps magnifique، الطقس كده magnifique رائع. la plage، الشاطئ طبعا بتاع البحر، est très près، مهم جدا يا جماعه très près. طبعا très près اللي هو قريب جدا. دو مون اوتيل، من الاوتيل بتاع الفندق اللي انا قاعد فيه. سان مينيت ابيي، سان مينيت ابيي على مسافة كام؟ 5 دقائق ابيي على الاقدام. جي في مو بينيه، مهم جدا يا جماعة فعل سو بينيه اللي هو يستحم يعني. جي في مو بينيه، انا سوف استحم طبعا، طبعا اكيد ضل ماء في البحر. تو لي ماتان، كل صباح. سيتان ريف، بتقول سيتان ريف، ريف يا جماعه يعني حلم، حلم بالنسبه لي. جو ديجون، انا بتغدى، بتناول الغداء. دان زون بيتي ريستورون، دان زون بيتي ريستورون، في مطعم صغير. جيم بيان لا كويزين لوكال، يا جماعه لا كويزين المطبخ، بس هنا تدي معنى الاكل يعني. لوكال المحلي اللي هو بتاع البلد اللي انا موجوده فيها. اي سي، واي سي يا جماعه هنا ظرف مكان معنى هنا، قصدها طبعا امرسي، في مارسيليا. اون مانج بوكو دو فوغوي دو مير، بناكل ايه؟ بوكو دو فوغوي دو مير، فاكهه البحر. كمان دو بواسون، سمك، اي دو ليجيم، وخضروات. ابري، مهم جدا يا جماعه ابري، بعد. لو ديجوني، بعد الغداء. جو برون ان تي، جو برون ان تي يعني باخد ان تي شاي. سور لا تراس دان كافي، في الكافي. جيمي بيان بافاردي، بحب ايه؟ بافاردي، الثرثره. افيك لي كليون، طبعا كليون زبائن، بتتكلم مع الزبائن كتير. جي في دي بروجري ان فرانسي، انا بعمل تقدم، بروجري ان فرانسي في اللغه الفرنسيه. بعد كده بتقول دوما، مهم جدا يا جماعه دوما، غدا. جي في بارتير، سوف ارحل، طبعا ده زمن المستقبل يا جماعه، في بارتير، سوف ارحل. فين؟ على كامبانيا، الى الريف. ام بيسيكلات، طبعا بالدراجه. avec des amis autrichiens، ami autrichien، autrichien يحمل الجنسية النمساوية، يعني أصدقاء نمساويين. et nous allons faire un pique-nique، وهنعمل إيه؟ un pique-nique، طبعا نزهة خلوية. bon je dois préparer، بتقول يجب إن أنا إيه؟ préparer، أجهز. mes affaires، أغراضي. alors j'ai fini la lettre، عشان كده أنا هنهي الخطاب. au revoir Marie. تعالوا نشوف كده يا جماعة الإجابات. سو دوكيمون، الوثيقة دي ايه؟ إن لاتر دانفيتاسيون، خطاب دعوة.
ولا ان لاتر دانفورماسيون خطاب معلومات، ولا ان لاتر ديكسكيوز خطاب اعتذار، ولا ان لاتر دو ديموند خطاب طلب. طبعا يا جماعه واضحه جدا الاجابه ان لاتر دانفورماسيون، طبعا خطاب معلومات. برودو ماري ريست ان فاكونس ان فرانس. ريست طبعا تظل او تمكث، طبعا ماري بتمكث في الاجازه يا جماعه في فرنسا. انيتي في الصيف، انيفير في الشتاء، او برانتون في الربيع، انوتون في الخريف. طبعا يا جماعه هي كاتبه ان جويي شهر يوليو، يبقى الاجابه انيتي في الصيف. بروتروا ماري لوج، طبعا لوجي فعل يقيم، ماري لوج دان زان اوتيل بتقيم في اوتيل نقط دو لا بلاج. بالنسبه للبلاج كان اكوتي بجوار، ولا لوان بعيد، ولا ترو لوان بعيد جدا وجدا يعني، ولا تري لوان ولا بعيد جدا. طبعا يا جماعه هنا اكيد عشان هي بتقول ا سان مينيت ابيي، 5 دقائق سير على الاقدام، يبقى اكوتي بجوار. نمرو 4 ماري فا على كامبانيا، ماري هتروح الكامبانيا الريف سول وحدها، ان فامي مع الاسره، افيك دي كوبان مع الاصدقاء، افيك سي فوازان مع الجيران. طبعا اكيد الاجابه افيك دي كوبان مع الاصدقاء. نمرو 5 ماري فا على كامباني، ماري بتروح الكامباني الريف، يا ترى افيلو بالعجله، ان بيس بالاتوبيس، ان فواتير بالسياره، ان ترين بالقطار. طبعا لو حضراتكم رجعتوا كده مكتوب ان بيسيكلات، ان بيسيكلات اهو، ان بيسيكلات. طبعا يا جماعه ما دام ان بيسيكلات يبقى الاجابه الصحيحه ا فيلو، ا فيلو. طبعا ا فيلو اللي هو ايه؟ بالعجله، ا فيلو الاجابه اهو ا فيلو. نمرو 6 ماري دوا فينير لا لاتر، لازم تنهي الخطاب ليه؟ باسكو الي مالاد، عشان هي الي مالاد مريضه، باسكو ال ريتورن دان سون بيي، ولا هي هترجع دان سون بيي دولتها او بلدها، باسكو ال دوا فير سون ساك عشان لازم تعمل شنطتها، باسكو ال ا ان كنترول عشان عندها امتحان. طبعا يا جماعه هي في اخر جمله بتقول جو دوا بريباري ميز افير، يعني هي بتجهز الاغراض بتاعتها، يبقى الإجابة بتاعتي بارسكو إل دوا فير سونساك. شوف كده يا جماعة الوثيقة التانية بيقول كون، خدوا بالك يا جماعة عندما السؤال هنا كون، طبعا لما توجد في جملة تربط جملتين يبقى معناها عندما، زي وين بالإنجليزي. كون لي زيلاف نون با كور أن فرانس، لما التلاميذ ما يكونش عندهم كور طبعا حصص أن فرانس يعني يكونوا فاضيين، إيل باف يستطيعوا إيه بارتيسيبي a de nombreuses activités. طبعا فعل participe مهم جدا اللي هو يشارك، يبقى يستطيع المشاركة في ايه؟ a de nombreuses activités في أنشطة مختلفة. si on aime le sport، لو بنحب السبور الرياضة، on peut pratiquer، طبعا نستطيع ممارسة ايه؟ de sport individuel، طبعا رياضات فردية comme l'escalade زي التسلق، ou la natation سباحة، et de sport ديكيب يعني رياضات فريق يعني كولكتيف جماعية كوم لو فوتبول اي لو باسكت. سي اونام لا ميوزيك، لو بيحبوا الموسيقى، اليا ان كلاب دي جي، في نادي اسمه دي جي بتاع موسيقى طبعا، اي ان كورال وفريق كورالي يعني موسيقي. اليا اوسي لا بوسيبيليتي، طبعا يوجد ايضا la possibilité إمكانية de faire des activités plus calmes، نعملوا أنشطة plus calmes أكثر هدوءا، زي إيه؟ on peut jouer aux échecs، ممكن نلعبوا aux échecs طبعا شطرنج، faire de la photo طبعا يعملوا الصورة يعني يصوروا، أو aller au club internet أو روحوا club internet نادي الإنترنت، écrire des articles يكتبوا كمان des articles مقالات سير لو سيت دو ليسي، على سيت الموقع دو ليسي المدرسة. à la fin de l'année في نهاية السنة on peut organiser un orchestre، أوركستر ممكن ننظمه كمان، un orchestre اللي هو فريق موسيقي. يلا كده يا جماعة نشوف الإجابات ونشوف الأسئلة. سو دوكيمون الوثيقة دي بارل تتحدث نقط ديزيلاف عن إيه بتاع التلاميذ
دي الوزير، دي زيتيد، دي كور، دي زيكل. طبعا الإجابة الصحيحة طبعا الأولى دي الوزير، أوقات الفراغ بتاعت التلاميذ. نمرو دو، أون ديور دي كور. طبعا أون ديور دو يا جماعة يعني خارج، خارج الكور الحصص. أون فرانس يعني بره الحصص. أون فرانس لي زيلاف بوف فار. طبعا التلاميذ يستطيعون يمارسوا إيه؟ دي كورس، دي زيتيد، دي فواياج، ولا دي سبور. طبعا الإجابة الصحيحة طبعا دي سبور. الاسكالاد التسلق سيتان سبور، رياضة ايه؟ كولكتيف، انديفيديوال، نوتيك، كالم. طبعا يا جماعة اكيد الاجابة الصحيحة عشان الاسكالاد يعتبر انديفيديوال، طبعا لعبة فردية. نوركات اليا ان كلاب دي جي، في نادي دي جي، بور فير عشان يمارسوا ايه؟ دي سبور، دو لا ميوزيك، دو فيلو، دو الانترنت. طبعا يا جماعة الاجابة الصحيحة طبعا دو لا ميوزيك. نمرو 5، اوتون ليبر. مهم جدا يا جماعه التعبير اوتون ليبر، في وقت الفراغ. اوتون ليبر لي زيلاف بوف اكرير، يستطيعوا ان يكتبوا ايه؟ دي زيكزامان، امتحانات، دي زانونس، اعلانات، دي زارتيكل، مقالات، ان اوركستر. طبعا اكيد الاجابه الصحيحه طبعا دي زارتيكل، مقالات. اون بو اورجانيزي ان اوركستر او ليسي، ممكن ينظموا اوركستر او ليسي في المدرسه امتى؟ à la fin de l'année، في نهاية السنة، au début de l'année، في بداية السنة، pendant les cours، أثناء الحصص، à la récréation، في الفسحة. طبعا الإجابة الصح يا جماعة تبقى الوثيقة à la fin de l'année، في نهاية العام. عشان كده يا جماعة سؤال مواقف بالنظام الجديد، طبعا في عندي 12 موقف. شوف كده الموقف الأول، طبعا نقرأ رأس الموقف كويس. vous n'aimez با لو سينما، انت ما بتحبش السينما. فوليت تقول ايه؟ لو سينما سي سوبر، جادور لو سينما، جو ديتست لو سينما، جيم لي فيلم فرونسي. عشان انت ما بتحبش طبعا السينما تقول ايه؟ ايوه بالظبط الثالثه اللي هي بتقول ايه؟ جو ديتست لو سينما، بكره السينما. نمرو دو، فو فوز انفورمي، أنت تستعلم يعني بتسأل. sur la date de naissance، عن تاريخ الميلاد. de votre ami، بتاع صديقك. vous lui dites، تقول له إيه؟ quand tu es né، ولا quel jour sommes-nous، ولا quelle est la date aujourd'hui، ولا la date c'est quoi. طبعا يا جماعة تاريخ الميلاد دايما اللي هو quand tu es né، متى ولدت. بروتوغرام، votre ami vous demande، صديق بيسألك او، مع يا جماعة كلمة او دي، أين. vous rangez، أين ترتب. vos vêtements، الملابس بتاعتك. vous répondez، أنت تجيب. dans la cuisine، في المطبخ. dans le salon، dans l'armoire، dans la cour. طبعا يا جماعة الإجابة الصح طبعا dans l'armoire، في مين؟ في الدولاب. dans l'armoire، الدولاب. أما la cour، الفناء. نمرو 4، pour acheter des produits laitiers، عشان تشتري برودوي laitier، منتجات ألبان. vous dites au vendeur، تقول للبياع ايه؟ je voudrais du yaourt، je voudrais des tomates، je voudrais des céréales، je voudrais une baguette. طبعا يا جماعة برودوي laitier، منتجات ألباني، وبقول الأولى je voudrais، اللي هي دي، du yaourt، je voudrais du yaourt، اشتري زبادي. نمرو 5، vous conseillez، انت تنصح. votre ami pour être en forme، تنصح صديقك عشان يكون في الفورم، لياقة بدنية. vous dites، تقول له ايه؟ mangez beaucoup de gâteaux، buvez du lait le matin، طبعا buvez ده فعل بوار يشرب، buvez du soda، ولا mangez du popcorn. المفروض يعمل ايه؟ طبعا اكيد التانية، اقول له buvez du lait، excusez moi، ايوه دي، بيفي دي لي لو ماتان، اللي هو اشرب لبن الصبح. نمرو 6، فو ديماندي ا فوتر كوبين، انت بتسال فوتر كوبين، صديقتك. كيل سون دي زاكتيفيتي، كيل سون سيز اكتيفيتي، يعني ما انشطتها. على كامباني، في الريف. ال دي، تقول ايه؟ جي في دي في تي تي، مثلا يا جماعه في تي تي اللي هو ركوب العجل في الاماكن الوعره، ولا جي في دو سكي، ولا جي فيزيت لي بيراميد،
ولا جي في وسينما؟ طبعا يا جماعة الإجابة بمنتهى البساطة جي في دي في تي تي. نمرو سات، فوتر فرير أخوك فو ديموند بيسألك أو أين إل بو أشتي دو لا فيوند، أين يستطيع شراء لا فيوند اللحمة؟ فو لوي ديت، تقول له إيه؟ ألا بولانجيري مخبز، ألا بوشيري حل الجزارة، ألي بيسيري محل البقالة، ألا بواسونيري محل الأسماك. طبعا يا جماعة الإجابة الصح ألا بوشيري محل الجزارة. نمرو ويت، لو جوار اللاعب ديموند الانترينار بيسأل المدرب كومو إيل بو غاني لو ماتش، كيف يستطيع أن يكسب المباراة؟ الانترينار لوي ريبون، المدرب يجاوب عليه يقول له إيه؟ إيل فو، كلهم إيل فو، يجب أن إيل فو ليسي لو بالون أ لوتر إيكيب، لازم تترك ليسي لو بالون أ لوتر إيكيب، سيب الكرة للفريق الثاني. لا طبعا، إيل فو سيرفيي تو لي جوار، طبعا مع سيرفيي يعني يراقب تو لي جوار كل اللاعبين، ولا إيل فو إنويي لازم تضايق لي جوار اللاعبين، إيل فو أشيتي دو بام لازم تشتري تفاح. طبعا يا جماعة الإجابة أصلا الثانية إيل فو سيرفيي تو لي جوار، لازم تراقب كل اللاعبين. نمرو ناف، تسعة، فوتر أمي فو ديموند، صديق بيسألك كيل سبور فو بريفيري، أي رياضة تفضل؟ فو ديت، تقول إيه؟ لو بيانو، لو بادمنتون، لا ميوزيك، لا تارت أو فريز. طبعا يا جماعة مفيش غير رياضة واحدة هنا بس، اللي هي لو بادمنتون. طبعا لو بادمنتون اللي هي كرة الريشة. نمرو ديس، أنا مي فو ديموند، صديق بيسألك أو إل فا بور أشتري كاروت، أين يذهب ليشتري كاروت جزر؟ فوديت، تقول إيه؟ فا أوريون، اذهب لقسم إيه؟ ريون قسم طبعا دي بواسون، ولا فا أوريون دي فياند، ولا فا أوريون دي ليجيم، ولا فا أوريون دي شوكولا. طبعا أكيد يا جماعة التالتة اللي هي فا أوريون دي ليجيم، اذهب إلى قسم ليجيم الخضروات. 11 11، فوز أدميري، مهم جدا يا جماعة فعل أدميري يعجب بيه، فوز أدميري لا في، أنت تعجب مين؟ بلا في، الحياة، على كامباني في الريف. فوديت، تقول إيه؟ مادام معجب بالحياة في الريف تقول إيه؟ جو ديتست لا كامباني، لا كامباني سي توريبل، لا ناتير اي تري بيل، قلت لك يا جماعة لا ناتير الطبيعة وبيل جميلة، كمان جو ديتست لي زانسكت. طبعا يا جماعة الإجابة أكيد الصحيحة مادام أنا أعجب بالريف أقول لا ناتير اي تري بيل. نمرو دوز، فوتر بير فو ديموند، والدك بيسألك كون فوز لي رونتري، متى ستعود رونتري؟ فوديت، تقول ايه؟ او كلاب ا سانكور افيك مون فرير كار جيلام. طبعا يا جماعه احنا كده عايزين ميعاد، يبقى سانكور الساعه 5. كده يا جماعه وصلنا لسؤال جرامير قواعد، اخر سؤال في الامتحان بالشكل الجديد، وبالتالي يبقى في عندي 16 جمله قواعد. تعالوا كده اول جمله، نقط كولر بريفيرتي، زي ما يا جماعه عندي كولر اللون، اللون ده في ميناء مؤنث ومفرد، يبقى ناخد طبعا الاجابه ايه؟ طبعا ناخد الثانيه اللي هي كال دوبل ال او. برودو، ال ابيت نقط باغي، طبعا باغي دي يا جماعه ستين في المدينه، والمدن خدناها من سنه تانية بتاخد ا عليها اكسون، بقى باغي. بروتو، مسيو سامي، مال مسيو سامي؟ دي يقول لمين؟ اوزيلاف، للتلاميذ. وكده عايز يأمر التلاميذ، يعني مش هيأمر تلميذ واحد، هيأمر تلاميذ كتير. وكده نصرف الأمر مع تي ولا مع فو؟ طبعا مع فو. مين يا جماعة المصرف مع فو؟ فت ولا في ولا فون ولا فير؟ طبعا الإجابة الأولى فت، فت فعل فير مصرف مع فو. نوكات، أمر فا أو كلاب أفيك نقط أمي، طبعا يا جماعة عايزين صفة ملكية ملائمة، فنمسك الأول الجملة عندي عمرو، طبعا عمرو ده ممكن اشيله احط مطرحه ايل، وهنا ايل مفرد معاها ثلاث صفات ملكيه، معانا سون وسا وسي. طب انا عندي هنا امي، ام دي جمع المفرد، طبعا جمع، يبقى انا اخد سي، سي افيك اس ثالثه. نورسانك، مارك اي دوريجين، خلي بالك يا جماعه دي فيها حته صغيره حلوه، مارك اي دوريجين، مارك ده من اصل، لو قال لي مارك يكون على طول كنت هجيب جنسيه مذكره، لكن مارك اي دوريجين، اوريجين اصل، وكلمه اصل دي في ميناء مؤنث، يبقى انا كده هوصف الاصل مش هوصف مارك، يبقى بالتالي عايز صفات جنسيه مؤنثه، يبقى بالتالي ايجيبسيان ولا ايطاليان ولا بلج ولا فرنسي، طبعا واضح جدا ان هي المؤنثه بلج
نسبة بلجي دي تنفع جنسية مذكرة مؤنثة، بلجي يعني بلجيكي. نمرو 6 ال بواف دو تي، سؤال ال بواف دو تي، هم بيشربوا دو تي شاي وي ال نقط بواف. طبعا يا جماعة أنا أهم حاجة أدور فين الكلمة اللي اختفت من السؤال. طب اللي اختفت من السؤال هنا يا جماعة دي تي، وطبعا الشاي هنا مسبوق بإيه؟ بأداة تجزئة دي. إيه هو الضمير يا جماعة اللي بيحل محل اسم مسبوق بأداة تجزئة؟ طبعا مفيش غيره، اللي اسمه مين؟ اللي اسمه أون، اللي هو أو إن ذكر. نمرة 7 مونامي إتيميد، صديقي إتيميد خجول. إنه بارلا آه نو، وي مدام في نو يبقى بيتكلم عن إيه؟ نيجاسيون نفي، يبقى ما بيتكلمش إلى مين؟ ريان جامي بيرسون بلو. خدوا بالكم إن في حرف الجر آه لا يتحدث إلى إيه؟ طبعا أكيد أحد، بيرسون، وبيرسون نفي أشخاص. نمرة 8 إيار سوار، خدوا بالكم من بداية الجملة إيار سوار، طبعا إيار سوار إمبارح بالليل، ودي تشتغل معانا زمن باسي كومبوزي، ماضي مركب اللي بيتركب من اتر او افوار زي بالبيبي. طبعا سيكوشي ولا فا سيكوشي ولا سيكوش ولا سيكوشي، الناس بفعل سيكوشي الوينام. طبعا احنا بندور على اتر او افوار زائد مين زائد البيبي. طبعا كده الاولى يا جماعه اللي هي سيكوشي، طبعا واخدين اتر اهو في النص عشان دافع زو ضميرين، كوشي اخر ايه على اكسون و اي تاني. نمر نف نقط الاف اي سيريو، يا جماعه جايب لي صفه اشاره، عايزين صفه اشاره الالاف. طب الالاف ده تلميذ ولا تلميذه؟ زي تفرق، تنفع تلميذ وتلميذه. طبعا شوف الصفه اللي من ورا سيريو، طبعا سيريو دي كلمه ماسكولين مذكر معناها جاد او مجتهد، وبالتالي هنا الالاف ده تلميذ مش تلميذه، يبقى مفرد مذكر، ولكن في عيب، عيبه ان اول حرف ايه؟ متحرك. طبعا يبقى كده الاجابه بتاعتي الثانيه اللي هي ست تي واحده. طبعا ست تي واحده دي يا جماعه اللي يجي عليها اسم مفرد مذكر مبني بحرف متحرك. نمرو 10 جي تروف توم بانطالون نقط بو، طبعا هنا يا جماعه بعد نقط عندي بو، وبو دي صفه جميل، يبقى بالتالي مين يا جماعه هنا بنحطه قدام الصفه؟ بوكو ولا بيان ولا تري ولا بون. طبعا هي كلمه تري دخلنا في ثانيه ثانوي، وتري جدا، وتري بيجي بعديها حاجه من اثنين، يا ادجكتيف صفه يا ادفيرب ظرف او حال. نمرو 11 11 علي اي موا، علي اي موا، علي وانا، المفروض ابقى نو، بس الراجل ما قالش نو، قال اون، هي تساوي نو، بس اون دي فاعل، الفعل يتصرف معاه زي ما يكون مع مين؟ مع ال، يبقى بالتالي ا آه ولا افون ولا اون ولا افي، طبعا هي الاولى ا آه مش مصرفه مع ال. نمرو 12 جو بورت، انا برتدي نقط شوسير، طبعا يا جماعه شوسير الحذاء، الحذاء دايما بلوريال جمع، يبقى انا اخد دي الثالثه، ان ولا ان ولا دي ولا دو، طبعا دي الثالثه. نمرو 13 جو نو مانجي با، انا ما باكلش نقط فغوي، طبعا المفروض كنت اقول دي الثانيه دي فغوي عشان دي جامع، ولكن عندي جمله منفيه طبعا فيها نو با، يبقى كل ادوات التجزئه عندنا بتتحول الى مين؟ الى دو اللي هي الدي والاو. نمرو 14 جي فيان، بتاعت فعل فينير، فينير ياتي، دايما فينير تاخد دو وراها، ولكن عندي هنا دوله اسمها ايتاجيني الولايات المتحدة الأمريكية، ودي كلمة بلوريال جمع، يبقى ناخد دي اللي فيها اس، دي بتاعت البلوريال الجمع. 15 نقط كوبين، مهم جدا يا جماعة كوبين، طب كوبين دي مؤنث ولا مذكر؟ طبعا مؤنث في ميناء، عشان مؤنث من كوبان، كوبين اي سامبا. يا ترى كوبين تاخد اسم الملكية مو ولا ما ولا مي ولا ما؟ طبعا هي ما التانية عشان دي مالها مؤنث. نمرو السادسة الأخيرة اليا دي نقط الفان، فيها حته حلوه هنا قدام النقط في دي، ودي دي اداه نكره لمين؟ للجامع، يبقى لازم لما اخد حيوان هنا اخده جامع، يا ترى لابان ولا كوك ولا شيفو ولا شيان؟ حضراتكم ملاحظين كلهم مفرد ما عدا كلمه شيفو، يعني شيفو جامع مين؟ جامع شيفال حصان. كده خلصنا الامتحان الاول، تعال ننتقل للامتحان الثاني. موديل ديك زمان نمرو 5، وده نموذج امتحان رقم 5. اوكي؟ تعالوا كده يا جماعه نشوف الوثيقه الجميله دي. يقول مسيو، ده عامل زي رساله مساج، بس هنا بدايتها ايه؟ مسيو، مش شير عزيزي فلان، لا لا لا، مسيو السيد فلان. وفي مين ماضي من تحت؟ فيرونيك. مين؟ فيرونيك. فيرونيك دي بنت بالمناسبه، ان في بنت اسمها فيرونيك. بعت الواحد بيقول له مسيو، يعني واضح جدا بيتكلموا بصفه رسميه، يبقى ده يا جماعه خطاب رسمي، خدوا بالكم. فهي فيرونيك بتقول ايه؟ جو مابيل فيرونيك ايرفي. ده بتتكلم عن سنو اسمها، بتقول جي دي سيتون، عندي كام؟ دي سيتون، ده الاج بتاعها. جي سوي اتيديونت، طبعا يا جماعه اتيديونت طالبه.
اوليسي مارسيل بانيول. طبعا يا جماعه اسم الليسي ده. او جو باس حيث اقضي ايه او بمر بايه. مون بكالوريا دولونج. بكالوريا هنا تطلق على الثانويه طبعا. الثانويه ايه دولونج لغات. جي فودري بتقول للراجل جي فودري انا اريد مو بريزنتي. مهم جدا يا جماعه دي جايه من فعل سو بريزنتي يقدم نفسه. انا عايز اقدم نفسي لمين؟ اسيت امبولوا. مهم جدا يا جماعه امبولوا. امبولوا وظيفه. عايز اتقدم لوظيفه بتاعت ايه دو كيسيير. نحن بنسموه كاشير يعني اللي هو الراجل اللي بيقعد على الخزنه يعني. امبولوا دو كيسيير محاسب كو فوزوفري اللي حضرتك فوزوفري بتقدمها داون فوتر سوبر مارشي في السوبر ماركت بتاعك. يعني البنت فيرونيك دي عايزه تشتغل في السوبر مارشي بتاع الراجل ده اللي هي بعتها له الخطاب. سا مانترس بتقول له سا هذا مانترس يهمني بوكو كثيرا الشغل ده. جي ديجا ترافايي بتقول له جي ديجا. ديجا يا جماعه معناها بالفعل. جي ديجا ترافايي كوم فاندوز. انا اشتغلت بالفعل كفاندوز كبائعه دان جين بولانجيري في مخبز. يعني اشتغلت قبل كده في مخبز. باندون لي فاكونس سكولير اثناء الاجازه ايه المدرسيه. اي مينتنون والان جو شيرش اون ترافاي بتدور على ايه ترافاي عمل. جو بونس اعتقد اني افوار امتلك لي كاليتي اللي هو ايه كواليتي بالانجليزي. افوار لي كاليتي يعني امتلك ميزات مهارات صفات نيسيسير ضروريه بور سو ترافاي لهذا العمل. باسكو جو سوي تري سيريوز عشان انا تري سيريوز مجتهده باسيونت صبوره. Et je m'habitue, le verbe est s'habituer, يعتاد يعني, très vite, بسرعة, aux nouvelles situations, على المواقف الجديدة, يعني التكيف يعني. Avec mes salutations, ma خالص تحياتي, فيرونيك. وانا يا جماعة ان ده خطاب رسمي. عشان كده السؤال الأول بيقول إيه؟ ce document, الوثيقة دي, est une lettre, خطاب d'invitation, دعوة, d'excuse, اعتذار, officiel, رسمي. فاميليال عائلي. طبعا يا جماعه الاجابه الصح هي الثالثه اللي هي اوفيسيال رسمي. نمرو دو فيرونيك. البنت فيرونيك دي ايه؟ تكون ايه؟ حاليا تكون ايه؟ بولانجير كيسيير ليسيان بروفيسور. طبعا يا جماعه هي ليسيان طبعا هي ايه؟ ليسيان طالبه مرحله ثانويه. نمرو تروا فيرونيك ا نقط اون هذه السن بتاعها 8 17 17 60 ولا 17 ولا 16 ولا 10. طبعا الاجابه الثانيه اللي هي 17 اللي هو رقم 17 17. نمرو 4 فيرونيك فو ترافايي تريد ان هي ترافايي تعمل دون ان بولانجيري ولا ان سوبر مارشي ولا ان ليسي ولا ان بوشيري. طبعا يا جماعه عايزه تشتغل فين دلوقتي؟ اف ان سوبر مارشي سوبر ماركت. نمرو 5 فيرونيك ا دو نوغات كاليتي عندها ايه كاليتي ميزات ايه صفات ايه بور ترافيل للعمل. بون ولا موفيز سيئه ولا ديفيسيل صعبه ولا قريب للمرعبه. طبعا يا بون طبعا لان هي وصفت نفسها صفات حلوه. بور فيرونيك بالنسبه لفيرونيك سي ترو ايه جدا ايه دو ترافيل سيريوزمون انها تعمل باجتهاد سيريوزمون. يا ترى سي ترو فاسيل سهل ولا كومبليكي معقد ولا دير صعب ولا ديفيسيل صعب. طيب يبقى اكيد الاجابه ديفيسيل الاولى فاسيل اسف الاولى سهل. الوثيقة الثانية سهلة جدا وجميلة جدا بتقول اجوردي تحكي قصة حلوة. اجوردي النهاردة رومان اي سون فرير. رومان واخوه سو سون ليفي. طبعا فعل سو ليفي اللي هو يستيقظ طبعا ده محطوط في زمن باسي كوموزي الماضي. بتقول استيقظوا تري تو مبكرين لي بور مونتي عشان مونتي يصعدوا او سومي دي كانيجو. كانيجو ده اسم مونتاني جبل عشان يصعدوا فين اسوميه في قمه الجبل اسمه كاليبو. نظر الساعه 9 اي سونت اريفي وصلوا المسافه كام؟ 2685 متر دالتيتيد. 2785 متر دالتيتيد ارتفاع. وصلوا الارتفاع ده. دابيتيد كالعاده دابيتيد ليفي ليفي المناظر يعني الرؤيه سون فانتاستيك. كانت حاجة جميلة فانتاستيك. مي لا بولوي المطر نو لور ا با في
voir la vallée. يا جماعة الجملة دي منفية، معلش. ne leur a pas fait يعني ما جعلهمش voir يروا la vallée، الوادي يعني من فوق الجبل، المطر اللي كان لازم يخلوهمش يشوفوا ايه تحتيهم يعني. Et ils ont décidé وقرروا de redescendre. خد بالك حكاية redescendre جامد، ديساندر ينزل، بس هنا redescendre يعني ينزلوا مرة أخرى. sans même se reposer، sans دي بدون، مهم جدا، sans بدون، même se reposer، se reposer يرتاح يعني بدون راحة، اضطر انهم ينزلوا يعني. alors son frère اخوه a glissé، glissé يعني انزلق. et il est tombé، il est tombé سقط. il a crié، crié يا جماعة فعل مهم جدا، crié يصرخ، صرخ trop fort بقوة. et il a pleuré، pleuré بكى. il a eu très mal au genou، طبعا كان عنده مال، ألم au genou في الركبتين. il n'a pas eu la force دو مارشي، لم يكن لديه لا فرص لقوة دو مارشي للسير. رومان تليفوني اتصل بمين؟ او جيورجانس، جيورجانس الطوارئ يعني الاسعاف. اوكي يلا يا جماعة نشوف الاسئلة. الولد رومان راكونت بيحكي، مهم جدا في راكونتي، بيحكي ايه؟ ان اكسيدون حادثة، ان سبور، سي فاكونس، ان مونتان. طبعا يا جماعة هو هنا بيحكي عن مين؟ ان اكسيدون، ان اكسيدون يعني حادثة. برضو لي دو فرير الأخين دول أون إسكالادي، تسلقوا إيه يا جماعة؟ إي ميزون ولا أن إيمابل عمارة ولا إي مونتاني ولا إي نيكول؟ طبعا يا جماعة تسلقوا إيه؟ طبعا إن مونتاني، إن إيه؟ مونتاني. طيب نمرو تروا، هما إي سون فرير، هما وأخو أون في سيت أكتيفيتي، عملوا النشاط ده إمتى؟ لو سواغ، لو ماتان، لانوي، أمينوي. طبعا يا جماعة هذه الفترة يبقى كده لو ماتان الصبح. نمرو كات، لو سومي دو كانيجو، القمة بتاعت كانيجو أريف أ، بتصل لكام متر؟ يا ترى بلي دو ميل، أكتر من ميل، من ألف، ولا موان دو ميل، ولا أقل من ألف، ولا بلي دو دو ميل، ولا أكتر من 2000، ولا كاتر ميل، 4000. طبعا يا جماعة هما كانوا 2000 وشوية، يبقى كده بلي دو دو ميل، أكتر من 2000. نمرو 5، رومان إي سون فرير، رومان وأخو نون با في، لم يروا، طبعا في فعل فوار يرى، لم يروا لا فالي، الوادي. ليه؟ أكوز، بسبب إيه؟ دو ريسكالاد، دو لالتيتيد، ولا دو سولي، ولا دو لا بولوي. طبعا يا جماعة اللي منع عنهم الرؤية إيه؟ دو لا بولوي، أكوز دو لا بولوي بسبب المطر. نمرو 6، رومان أتليفوني، رومان اتصل بمين يا جماعة؟ أ سون فرير، أ سون بير، أو زيرجانس، أ سون أمي. طبعا في آخر صيغة الكاتب أو زيرجانس بالطوارئ. كده يا جماعه وصلنا للمواقف ومعانا 12 موقف. اول موقف بيقول ايه؟ فو زيك سبريمي، مهم جدا يا جماعه فعل اكسبريمي يعبر. حضرتك بتعبر عن فو جو سكولير، مهم جدا يا جماعه كلمه جو اللي هو الميول الدراسيه، جو سكولير ميول دراسيه. فو ديت بتقول ايه؟ جي في دي اوكي اللي هي الهوكي يعني، ولا جي في او تياتر، ولا جيم لي سيونس، ولا جيم لي جو فيديو. طبعا يا جماعه اكيد ما دام ميول دراسيه يبقى جيم لي سيونس، حب العلوم. برودو فو كونسيي فوتر فرير، انت بتنصح اخوك بور فير دو سبور، عشان يمارس الرياضه. فو دي تقول ايه؟ مارش سور لو تروتوار، اتيدي بيان، في زاتانسيون، ولا فا او كلاب؟ طبعا عشان يمارس الرياضه اقول له فا او كلاب. نمرو تو، فو ديكريفي، انت تصف فوتر شامبر، الغرفه بتاعتك. فو دي تقول ايه؟ جو بارتاج، بشارك او بشترك، افيك مون فرير ان شامبر، ولا فيني فوار ما شامبر، ولا الي جراند ما شامبر، ولا جاشيت ان نوفيل شامبر. طبعا يا جماعه واضح جدا هي الثالثه، الي جراند ما شامبر، غرفتي كبيره. نمرو 4، فوتر امي سان فورم، صديقك سان فورم بيستعلم سور لو ليو، على المكان، او حيث فو باسي سي فو فاكونس، حيث تقضي الاجازه بتاعتك. فولوديت بتقول له ايه؟ La mer et la plage c'est horrible. La campagne c'est agréable. بالنسبة agréable يعني رائع. Je déteste faire du surf. السيرف دي رياضة مائية. J'y vais au self. طبعا self دي اللي هو المطعم المدرسي. طبعا يا جماعة اسألني عن المكان اللي بقضي فيه الأجازة، أقول له La campagne، التانية La campagne c'est agréable. كده معناه إن أنا إيه؟ هقضي الأجازة فين؟ في الكامباني. نمرو 5، فوتر كوبان، صديقك فوري مون بيسألك كيل سبور،
اي رياضه اون براتيك افيك دي جون، بنمارسها افيك دي جون بالقفاز الجوانتي يعني. يا ترى ايه الرياضه اللي احنا بنمارسها وبنلبس في ايدينا قفازات؟ فولوديت تقول له لو جودو، لا ناتاسيون، لا بوكس، لا فول. طبعا يا جماعه الاجابه الثالثه لا بوكس، اللي هو رياضه الملاكمه. نمرو 6، فوتر سور، اختك ني با بريت. مهم جدا لفظ بريت، خدناه في المنهج معناه جاهز. فبيقول لي اختك مش جاهزه. لي افيك فو جيمناز، هتروح معاك الجيمناز. ايه فوز علي اتر ريتار، وانت هتكون متاخر. فولودي تقول لها ايه؟ اقول لها ريبيشي توا، ولا نو تانكيت با، ولا جي سوي كونتون دو توا، ولا ليفي توا. طبعا يا جماعه اقول لها الاولى ديبيش توا، اسرعي. نمرو 7، فو ريفيزي، انت ترفض لانفيتاسيون دو فوتر كوبان، دعوه صديقك امانجي دي بات، انك تاكل بات مكرونه. انت بترفض الدعوه. فو دي تقول ايه؟ شادور لي بات، ولا جيني با فان، ولا اوريون دي بات، ولا جيم سو بلا. طبعا يا جماعه اكيد الثانيه اللي هي جيني با فان، لا اشعر بالجوع. نمرو 8، فو ديماندي ا فوتر مير، انت بتسال والدتك سيكو. مهم جدا يا جماعه سيكو، ماذا؟ انت بتسال والدتك ماذا فوز لي مانجي، ما سوف تاكلون. ال فو ريبون، ترد عليك تقول جي كويزين ام بولي، بطبخ يعني بولي فرخه، ولا جي في لا فيسيل بغسل معين، ولا جيم فير لا كويزين، ولا بحب الطبخ، ولا جي باست اسبيراتور، ولا بكنس بمكنسه الكهربائيه. طبعا يا جماعه اكيد الاجابه الاولى جي كويزين ام بولي، اللي هي بطبخ فرخ. نمرو 9، رقم 9، فو ديماندي ا فوتر امي، انت بتسال صديق سكو ايل فا فير، ماذا سوف يفعل لو ويك اند بروشان، في نهايه الاسبوع القادم. ايل دي يقول ايه؟ جي في زالي ا لا فام، جي في بيان ميرسي، طبعا دي صحه، جي سوي ان فور، جي سوي زالي او سينما ودي باسي كوموزي ماضي. طبعا يا جماعه هي الاولى طبعا، جي في زالي ا لا فام، سوف اذهب لمين؟ للمزرعه. نمرو 10، فوتر ميز ان فورم سور لو كليما ان ايجيبت، انت صديقك بيستعلم على لو كليما، المناخ ان ايجيبت في مصر. ال دي هو يقول ايه؟ ويل ايجيبت كيل تون ايل في ان ايجيبت، كو بانسي فو دو ايجيبت، كو فيزيتي فو ان ايجيبت. طبعا يا جماعه الثانيه اللي هي كيل تون ايل في ان ايجيبت، اسم الطقس. نمرو 11، فوتر ميز فو ديمون، صديق بيسالك او، اهم حاجه كلمه او، صديق بيسألك او اين لي موتون، الخراف خرفان فيف بتعيش، تعيش فين؟ فودي تقول له ايه؟ دان لي كوري، دان لي تابل، دان لي برجيري، دان لي بولاي. مساج يا جماعه اي كوري اللي هو الاستابل، اي تابل اللي هو المكان اللي بتعيش فيه الفاش البقر، دان لي برجيري اللي هو الزريبه بتاعت الخرفان والماعز، دان لي بولاي عشه الفراخ. طبعا يا جماعه اكيد هي الثالثه اللي هي دان لا برجيري، اللي هو المكان اللي بتعيش فيه الموتون. نمرو 12، فوتر امي فو ديمون، صديق بيسالك لو لابان، بيقول لي الارنب سيكوا، كيسك سي، يطلع ايه؟ فودي تقول له ايه؟ سيتان انيمال دوميستيك، حيوان اليف منزلي يعني، سيتان بيتي وازو، ده عصفور صغير، سيتان انيمال سوفاج، حيوان متوحش، سولو مال دو شيفال، ده الذكر بتاع الحصان. طبعا يا جماعه لو لابان الارنب، اقول الاجابه الاولى سيتان انيمال دوميستيك، طبعا حيوان اليف. سنه كده معانا 16 جمله ايه؟ قواعد. اول جمله بتقول ايه في او؟ تعال نشوف. لو سيال اي بلو، السماء زرقاء، امتى؟ نقط برامتون. كده عايزين حرف جر يا جماعه قدام برامتون، الربيع. احنا قلنا كل فصول السنه تاخد اون طبعا، ما عدا الربيع ياخد او بالاجابه الثانيه. نمرو 2، نقط امي اي جانتي، لاحظوا يا جماعه امي دي صديقه مش صديق، كمان جانتي دي مؤنث، يا ترى امي عشان هي مؤنث بس مبدوءه بايه؟ ركزوا كده، حرف متحرك. ترى بقول تون ولا تا ولا تي ولا سا؟ طبعا لو حضراتكم بصيتوا كويس هتلاقوا طبعا تون بتيجي مع مع المؤنث المبدوء بحرف متحرك، وكذلك مع المذكر، يبقى تون امي. نمرو 3، ميركور دي ديرنيي، الاربع اللي فات، الماضي ديرنيي. كده يبقى احنا عايزين نشتغل في الماضي المركب. ناديا اي فانسون، ناديا واحد اسمه فانسون، نقط اتوازر. مالهم؟ بارت ولا سون بارتي ولا فون بارتير ولا فيان دو بارتير. طبعا يا جماعه بارت دي مضارع فالبارتير، سون بارتي ده ماضي مركب عشان في هنا سون فالات، بارتي البي بي واخد تبعيه، فون بارتير الفيتير براش مستقبل قريب،
فيان دو بارتير، ده ماضي حديث. طبعا يا جماعة الإجابة الصح طبعا سون بارتي، سون إيه بارتي، رحلوا. نمرة 4، مي بارون والدي مالهم بواف، بيشربوا إيه؟ دي بواسون. ممكن يا جماعة كلمة بواسون اللي هي مشروبات، والمشروبات دي تعتبر بلوريال جامع بس في ميناء مؤنث، والصفة تتبع الموصوف، بنقوله جازو ولا جازوز ولا جازوز ولا فروا. طبعا أكيد الإجابة التانية جازوز جمع مؤنث، غازية يعني، مياه غازية أو سوائل غازية. مي عاي رقم 5 بيقول إيه؟ ماسور أختي نو ريغارد، لا تشاهد إيه؟ نقط لا تلفزيون، لا تشاهد بيرسون ريان جامي أنكور، طبعا جامي أبدا، لا تشاهد أبدا التلفاز. نمرو 6، جي مال، أشعر بألم، نقط موندو، طبعا يا جماعة موندو الظهر، بس لاحظوا إن الدو الظهر قدام صفة ملكية مون، وبالتالي اخد حرف الجر حاف اللي هو ا اللي عليه اكسون ده امون دو. نمرة 7، فوزيت لي او كلاب، واحد بيسال على السؤال يقول له فوزيت لي او كلاب، او بيسال مجموعه فوزيت لي او كلاب، انتوا بتذهبوا للنادي و نو نوغات سومز اللي. طبعا يا جماعه انتم محظوظين في كلمه كانت في السؤال واختفت اللي هي او كلاب، طبعا او كلاب ده مكان، ايه الضمير اللي بيحل محل مكان يا جماعه؟ طبعا اجريك، طبعا الضمير اجريك. نمرة 8، سؤال عايزين كلمة استفهام مناسبة، نقط تي فا لا بيبلوتيك، أن تذهب للمكتبة، ترى نقول كي ولا أو ولا بوركوا ولا كال، طبعا أكيد بوركوا، لماذا؟ ماذا تذهب للمكتبة؟ أما أكيد يا جماعة من للعاقل، بيجي بعدها فيرب، في السؤال لازم يجي بعدها فيرب، أو طبعا دي مكان وأنا عندي مكان أصلا، هات كده كال، لا كل دي بيجي بعدها اسم مسؤول عنه. طيب نمرة 9، تي أ أشتي أن كادو أتامير، أنت اشتريتها دي لوالدتك، و جو نقط إي أشتي أن كادو. هلكم محزين هنا عندي ا تامر هي اللي اختفت لوالدتك، طبعا تامر دي عاقل مسبوقه بحرف جر ا، يبقى بالتالي حاجه من اثنين يا لوي يا لار، طبعا عندي هنا تامر مفرد يبقى الاجابه الصح لوي، يبقى جي لوي اشتي ان كادو، اشتريت لها هديه. نمرو 10، نو مانجون بوكو نوغات بونبون، عندي هنا بوكو ظرف كميه، يبقى ناخد دو من غير اس ودو غير متغيره، دو عليه بوكو دو بونبون. نمرو 11، جي نيم با، طبعا دي نفي، جي نيم با نقط مات، بس انا مات دي عباره عن ايه؟ ماتيار، دي ماده دراسيه، ماده دراسيه يا جماعه دائما معرفه، ما ينفعش احط لها ريت نكره، وطبعا مات دي ماده جامع، يبقى ناخد ليه. نمرو 12، جي فيان بتاعت فعل فينير ياتي، ولازم ناخد دو وراها، ولكن معانا دوله اسمها فرانس، جي فيان نقط فرانس، جاي من فرنسا، قلنا يا جماعه في سنه تانيه ان الدول المؤنثه، الدول المؤنثه مع فينير تاخد دو حاف، يعني دو حاف؟ يعني دو من غير ارتيكل من غير اداه، يبقى دو فرانس. نمرو 13، ايل بران هما بياخدوا نقط افيون، عايزين صفات ملكيه، طبعا احنا شغالين مع ايل افيك اس، ويبقى كده معانا صفتين ملكيه يا لور يا لور افيك اس، عندنا كلمه افيون الطائره مفرد، يبقى ناخد لور الاولى مفرد. نمرو 14، فو فولي نقط فيتمون، طبعا يا جماعه عايزين صفه اشاره مناسبه، وانا عندي هنا فيتمون ملابس جامع، يبقى ناخد سي فيها اس. بعد كده حسن ايه علي اون لو ميم اج، حسن وعلي عندهم نفس العمر، يبقى حسن ايه نقط جرون كو علي، عايزين نعقد مقارنه، وهنا هنا يا جماعه بنعقد مقارنه من حيث ايه؟ من حيث الادجكتيف، من حيث الصفه جرون. طيب هنا هما الاثنين عندهم نفس لو ميم اج، ميم اج يعني نفس العمر، يبقى ترى عايزين كلمه تدل على التساوي في الصفات اللي هي اسي. طب يا مسيو ما اوتون دي معناه يساوي برضه، بس اوتون دي مع الفعل مع الافعال تساوي الافعال وكمان تساوي الاسماء. اوكي يبقى هنا عندي جراند دي صفه، يبقى ناخد السي. رقم 6 الاخيره بيقول البوا ان نقط دولي، مهم جدا يا جماعه اللعبه الظريفه دي، عندي ان نقط دولي وعندي الدو لي لبن. اوكي هنا جايب لي ظروف كميه مختلفه، بو قليلا بوكو ترو او تروب تري، طبعا هنا يا جماعه الوحيده اللي بتاخد ان اداه نكره قدامها هي كلمه بو، بو قليلا، يبقى ان بو دولي قليلا من اللبن. طبعا يا جماعه كده احنا انهينا امتحانين ان شاء الله النهارده، ولقاءنا الاسبوع القادم باذن الله تعالى مع امتحانين اخرين باذن الله تعالى، ونستمر على ذلك حتى يوم الامتحان عشان نتدرب على كل انواع التمارين والاسئله، وارجو كل لقاء النهارده عجبكم، والامتحانين كان مستواهم عالي وفيهم افكار جميله جدا جدا جدا، ارجو تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء، والقاكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى مع امتحانين اخرين وكونوا فيهم افكار جديده ومتنوعه. ما ننساش نشترك في القناه ونشارك الفيديو
مع زملائنا حتى تعم الفائدة ونفعل طبعا اللي هو جرس الموجود عندنا في القناة عشان يوصلنا كل جديد. وأراكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.